اديني مستنيك تكلمني بالعقل يا استاذ علي، وانت عمال تفسحني رايح جاي. روق يا باشمهندس، روق، مفيش حاجه مستاهله كل ده. لا طبعا فيه، الشركه دي ابويا اسسها وكبرها لحد ما بقت واحده من اكبر شركات المقاولات، مش في مصر بس، في المنطقه كلها، ودي حاجه اي شريك لازم يحطها في الاعتبار. يا باشمهندس، مش ده لو الشريك صاحب القرار لوحده؟ مش ده العذر اللي سكتني يا علي؟ لو دي النية من الأول ما كنتش هبيع. نية إيه بس؟ إن كل اللي إحنا بنيناه يتهد، واسم الإدارة يتمسح من على الخريطة، أكنه ما كانش موجود أصلاً. تفتكر دي نية البورد في الشركة الأم؟ أو حد من مجلس الإدارة يعني في البورد ده؟ في بينك وبينه مشكلة فحطك في دماغه لا سمح الله؟ لا، حكاية البورد دي جديدة. ما حدش جاب له سيرة طول فترة المفاوضات والتعاقد. إشمعنى ظهر دلوقتي؟ أقول لك أنا ليه بقى؟ الهانم اللي ما بتردش عليا وسايباني اخبط دماغي في الحيط قررت ان الفصل الجديد يجي على ايد الكيان الغامض اللي محدش عارفه، اللي اسمه قال ايه بقى؟ البورد. طب وهي هتعمل ليه كده؟ اسالها، مش بتشتغل عندها؟ اه، مش عندها. انا علاقتي بمدام مسك علاقه شخصيه، مش شغل وبس. واللي بعمله هنا معاها ده عهد كان بيني وبين صلاح حنديل الله يرحمه. يا عم الله يرحمنا جميعا. على فكرة هي موصياني عليك، مش من النهاردة بس، إن أكون في خدمتك في حدود صلاحياتي واختصاصاتي أعمل لك اللي يريحك. هتقدر توقف المهزلة دي؟ إديني وقت، 24 ساعة وهرجع لك. لو مرجعتش بخبر عدل محدش يلومني على اللي هعمله. باشمهندس، أنا عارف إنك عايز مش تاخد أي خطوة فيها اندفاع أو تهور، ونصيحتي ليك إذا قبلت النصيحة إنك تيجي باقتراح عملي ومحدد لحل الأزمة دي. أحلها إزاي؟ هو أنا اللي عملتها؟ كلام في سرك، مفيش حاجة في إيدي أنا ومدام مسك غير إن إحنا نتوسط لك عند البورد، ده في حالة لو اقتنعنا إن التأجيل ده هيكون في صالحنا. دورك بقى إنك تقنعنا، بس السؤال الأهم، يا ترى هتقدر؟ اشرب الليمون، اشرب الليمون يا باشمهندس.